اذا عندي اذا كان عندي هون سيستم از ا فانكشن اوف اس اف اوف اس اف اوف اس بتمثل الترانسفير فانكشن لهذا السيستم هذا كونتينوس سيستم كونتينوس سيستم فيه الانبوت اكس اوف تي حولناها من التايم دومين لاكس اوف اس وراح يطلع معي اوتبوت واي اوف تي حولته بالفريكوانسي دومين لواي اوف اس انا واي اوف اس اللي ما بعرفها اكس اوف تي بعرفها من اكس اوف تي شو عملت لابلاس اخذت اللابلاس ترانسفورم تبعها طلعت معي اكس اوف اس ذا فانكشن اوف اس كمان اخذت اف اوف اس كتبت الديفرنشال ايكويشن من الديفرنشال ايكويشن طلعت الترانسفير فانكشن وطلعت معي ترانسفير فانكشن اللي هي اف اوف اس هذه جبتها انا من الديفرنشال ايكويشن حولت الديفرنشال ايكويشن لهذا السيستم وطبعا الديفرنشال ايكويشن لازم تعرف العلاقه ما بين انه مين الانبوت ومين الاوتبوت طلعت العلاقه بين الانبوت والاوتبوت وميزه اللابلاس ترانسفورم استعمالي لهي الطريقه انه سهلت علي بدل ما اعمل كونفوليوشن في التايم دومين شو عملت في الفريكوانسي دومين طيب ضربنا ضرب بس التنين هذول طلعت معي واي او اس ايش بعمل الان على واي او اس بعمل انفرس لابلاس ترانسفورم على واي اوف اس ايش بتعطيني واي اوف تي هيك احنا هاي طريقه الحل الاساسيه اللي بنعملها هلا عندي في في الفريكوانسي دومين او في الاس دومين اذا كان عندي اف 1 اوف اس ومتبوعه ب اف 2 اوف اس وعندي هون y of s وعندي هون x of s y of s شو بتساوي؟ x of s ضرب f1 of s f2 of s فأنا كأني بقدر أحول أتخلص من البلوك الكبير هذا وأخذ f1 of s مضروبة في f2 of s بتعطيني y of s x of s ونفس الشيء بعمل بطلع بضرب x of s في f1 of s f2 of s بطلع معي y of s بعمل inverse laplace transform على y of s بطلع معي y of t هلا احنا كل شغلنا اللي اشتغلناه لحد الان عايش ركزنا بشكل رئيسي في الزد دومين ركزنا اني اطلع البلس ترانسفير فانكشن او للسيجنلز يعني انا لازم اعرف اقدر اعرف اني اطلع اكس اوف زد للسيجنال ولازم اعرف اطلع اف اوف زد للسيجنال فانا اذا عندي سيستم زي هيك عندي سيستم زي هذا هون هذا السويتش ايش بيمثل انبوت لا سويتش سامبلينج بدون هولد سامبلينج بدون هولد هذا راح يسكر كل قديش تي راح ياخذ امبلس بتمثل قيمه السيجنال عند هذيك اللحظه يعني هذا هون السويتش اللي موجود هون راح يحول لي من اكس اوف تي ل x star of t أو إذا بتحب من x of s ل x star of s هذا راح يسكر كل كابيتال t فإذا كانت عندي السيجنال الأصلية بهذا الشكل هذه عبارة عن x of t أو x of s راح تتحول إلى series of impulses والimpulses separated by capital t فراح تصير عندي هذه هي هاي راح تصير x star x star هذه sampled and not held sampled and not held مش هيك؟ ما عملت لها holding الholding بدنا نشوف شو بدنا نعمل فيه بعدين لاحظوا هاي نقطة مهمة إذا هذه هون الستار اللي موجود عندي هون ايش عمال بعمل بالسيجنال؟ عم بعملها sampling but not held held يعني ثبتها لو عملت لها sampling and hold شو بتصير عندي بتتحول؟ راح تصير تقريبا شكلها زي هيك زي السيجنال اللي عملنا لها بلوتنج قبل شوي في الماتا هذه سامبلد اند هيلد يعني هي هولد تو هولد بس ات هاز بين هيلد وهون عندي هذا سامبلد هذول تحولوا لسيريز اوف ايش؟ امبلسز حولت انا السيجنال لسيريز اوف امبلسز هون عملت لها سامبلينج اند هولدينج فحافظت عليها على هذه الدرجة اللي موجودة. كل ماشي واضح؟ هلا احنا هدفنا نطلع اول شيء شو كنا نعمل بالكلاسيكال بالكونتينيوس دومين، شو كان هدفي اني اطلع هون؟ كل الخطة هاي اني اطلع ايش؟ بس ليش بطلع ترانسفير فانكشن؟ عشان ايش اعمل؟ عشان ايش اطلع بعدين؟ واي اوف تي، انا هدفي واي اوف تي، احنا عايشين في التايم دومين بنحب نشوف واي اوف تي في التايم دومين. بس صعب اني اطلع واي اوف تي مباشره من اكس اوف تي واف اوف تي، اف اوف تي اللي هي ترانسفير فانكشن في التايم دومين، اذا حولنا اكس اوف تي اكس اوف اس
حولنا اف اوف اس اف اوف تي ل اف اوف اس او طلعنا هاي ترانسفير اللي كانت ديفرنشال ايكويشن حولناها ل ترانسفير فانكشن از فانكشن اوف اس ضربنا الاثنين في بعض طلعنا الاوتبوت طلع معي الاوتبوت واي اوف اس عملت انفرس لابلاس ترانسفورم على واي اوف اس طلع معي واي اوف تي اذا شو بتتوقعوا نحن بنحب انه نعمل كمان في الزد دومين بنحب نعمل نفس الشيء حتى نعمل بس في عندي شويه تعقيد في عندي فكره السامبلينج او السويتشات اللي موجودين هون خلينا ارسم هذا الشكل راح اخذ الان زد هلا في انا عندي اصطلاح استخدمته هون كل ما بحول للزد دومين او الاس دومين شو بعمل بالحرف اللي هون ابر كيس بحول ابر كيس هذا اللي شائع ما بستعمله هو بالكتاب لسبب معين بس عاده هو اللي شائع فالاصح او الاحسن كاصطلاح انه احنا لما نحول للزد ترانسفورم او الاس ترانسفورم او لابلاس ترانسفورم اني احول الحرف لابر كيس اذا عندي هون راح اخذ هلا هذه هون اطلعوا لي هلا على هاي هذه راح اسميها اكس اوف تي اللي بحولها بتصير اكس اوف اس هاي شو بتصير؟ هاي اكس ستار اكس ستار احسنت زين هذه راح تصير اكس ستار اوف تي هي اكس ستار اوف اس شو الاختلاف الوحيد بين هدول؟ هاي السيجنال شو كانت؟ كونتينيوس هذه شو صارت؟ سامبل بالضبط في فرق بينهم راح نشوف الفرق ما بين الاثنين وبيهمنا الفرق هذا بينهم طيب عندي هون كمان اخذت انا اف او زد بعدين هون طلع معي واي of t او y of s وبعدين هذه راح اخليها هون f of s اللحظه هاي وبعدين عندي هون هاي راح تصير هاي ايش راح تصير كمان؟ star وهذه هون star ماشي واضح هذا؟ هلا خليني اشتغل على هدول هلا راح اجي اقول انه y star of s بتساوي y of s star كأنه ستار هاي اللي برا كأنها عملية سامبلينج على ما بالداخل كأني بقوم بعملية سامبلينج على ما بالداخل عم بقول هذه واضحة مش هيك؟ شو يعني؟ واي ستار اوف اس بتساوي واي اوف اس شو عملت عليها؟ عملت عليها سامبلينج هذا الستار هاي اجت من هون وعندي بس عندي انا واي اوف اس شو بتساوي بالحالة هاي؟ بتساوي عندي واي ستار اوف اس بتساوي واي اوف اس بتساوي اكس ستار اوف اس مضروبة في f of s هون عندي ستار هلا اذا شيء كان معمول له سامبلينج ورديت عملت له سامبلينج مره ثانيه بتغير؟ يعني لو هاي السيجنال انا عاملها سامبلينج وجيت رديت اخذتها شو راح اعمل؟ راح ارد ارجع عند النقاط هاي واخذ الارقام اللي موجوده هون عارف زي ايش؟ معلش هو مثال سخيف شوي بس يمكن بفهم الفكره لو عندي عارفين الخبز هذا السلايس اللي بكون كيف بكون بيطلع من الفرن مش بيطلع من الفرن قطعه واحده ولا مقطع بيطلع من الفرن؟ قطعة واحدة قطعته انت وخلصت اجى واحد صاحبك بده يقطعه لو قطعه في نفس الاماكن بغير عليه اشياء اذا نفس الشيء هذه هون نفس الفكره اللي موجوده هون اذا الستار لما بطبقها على اكس ستار شو بصير؟ ضلها اكس ستار مش حد يروح يقيم ستار لما بعمل عليه ستار ما بلش ستار الاصلي قطعت الخبز ضل مقطع مش هيك؟ وهون عندي هاي راح تصير اف ستار اوف اس وهاي بتساوي واي ستار اوف اس هلا بقدر اخذ الزد ترانسفورم على هذول اذا اخذت الزد ترانسفورم على هذول السامبل سامبل سامبل راح يصير عندي واي اوف زد بيساوي اكس اوف زد في اف اوف زد وهي صحيحه